السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نتعامل مع الاكس راي في الماس. طبعا الاكس راي غير الاكس بوكس، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. في الماس بقول له امبليس ماس واقول له اوكي، هبدأ ارسم ماس زي ما انا عايز. وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت. بعد ما رسمتها اقدر اقول له كريت فورم، كريت فورم بيبدأ يعملها لي بالشكل دوت. طيب هتلاقي عندك بعض الادوات اللي تسهل عليك الشغل. خلينا نعمل سيلكت على الشكل كله اهوت. هتلاقي في حاجه اسمها اد بروفايل، اد بروفايل بيبدا يضيف لي البروفايل في المكان اللي انا عايزه، وليكن مثلا بالشكل ده. البروفايل ده اقدر اعمل عليه سيلكت واقدر اقول له اد بروفايل واعدل الشكل ده زي ما انا عايز. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تحرك ده كده، ممكن تحرك ده كده، ممكن ده تخليه كده تخليه كده، ممكن تلغيه خالص وترسم ارك مكانه زي ما انت عايز. تمام، هنعمله مثلا حاجة خفيفة بالشكل ده. اوكي، هتطلع عندي الحاجة بالشكل دوت. طبعا الجزء اللي فوق ده برضه ممكن تعمل عليه سيلكت، ممكن تقول له انا عايز اعمل له اديت وتعمل عليه سيلكت كده تاني، وبعد كده تقول له مثلا خلينا نعمل له سكيل يظهر عندي بالشكل ده. طيب الاكس راي هبدأ اعلم على الشكل كله واقول له اكس راي. اكس راي هيبدا يحول لي النقط بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت على الخط مثلا، هيبدا يقول لك انت عايز تحرك. خلي بالك الالوان دي اللي هو الاخضر والاحمر والازرق، دي الالوان بتاعت المشروع، واخد نفس الاكس نفس الاكس الواي وزد بتاعت المشروع. بس لو دوست مسطره هيبدا يجيب لي الحاجات الخاصه بالعنصر دوت. تقدر تسحبه بالشكل دوت، تقدر تطلع بيه كده زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت على نقطة وتحرك فيها بالشكل ده برضه، ومسطرة يجيب لك دي أو دي زي ما أنت عايز. ممكن تعمل سيلكت على الشكل دوت أو الجانب دوت كله، وبرضه بالمسطرة تقدر تغير فيه زي ما أنت عايز.